أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قديمك نديمك. من خلال هذا البرنامج نتنقل في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية. لو تتكلم على سبيل المثال على مرحلة التسعينات، الآن أصبح لها تقريبا 26 سنة، فأصبح جيل قديم، وحتى منتصف التسعينات. حرصت من خلال هذا البرنامج أن نوع في ضيوفي. هناك جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل التسعينات، أجيال مختلفة من قدموا الشيء الكثير لمنتخب وطنهم أولاً وأخيراً ولأنديتهم. فترة فترات برز لاعب متألق في خط الوسط في نادي السالمية والمنتخب الوطني لكرة القدم. بارز كان بشكل واضح مع نادية، تألق في بطولات عدة، تميز بالمجهود الوافر بالأهداف، تميز بالأخلاق الرفيعة من خلال أدائه في المباريات. كان لاعب وسط، بعض الأحيان نقول لاعب وسط، صج لاعب وسط. أرحب بضيفي في حلقة قديمك نديمك، لاعب الدولي السابق صالح بريتشي، لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني السابق. حياك الله محمد. الله يحييك ونصار، والساعة مبارك، من زمان ما شفناك. حياك الله يا محمد، سعادتك يا برك. الله يسلمك. تكلم صالح بريتشي، أنا في البداية ولادتك في أي منطقة كانت؟ ولادتي بنصار كانت منطقة السالمية. يعني سنة؟ سنة مواليد 77. إيه؟ بس احنا كنا ساكن سالمي طبعا من قبل 77، يعني الوالد عندي وليد اخوي وخالد اخوي طبعا اكبر مني وعادل، كنا من مواليد السالميه. انتوا كلكم في منطقه السالميه بدايتكم؟ بدايتنا كل منطقه السالميه. اي يمكن هذا ابو نصر يمكن نسبق الاحداث، هو اللي ادانا ان نروح نادي السالميه بحكم ان الغرب من البيت والغرب من المنطقه نفسها. يعني في السالميه ولدت 1977، اي فريق كنتوا؟ فريقنا ابو نصار كان والله خلط، يعني كنا احنا تنقلنا من قطعه لقطعه، وش كنا فريق يعني ما كان له يعني اسم معين بارز مثلا، والفريق الثاني كان الفريق العوازم بحكم انه من قبيله العوازم. نعم كنا نعم لما انتقلنا للمنطقه القطعه الثانيه كنا في ايضا منطقه الساميه لكن فريق العوازم. من حولكم، من تذكر من جيرانكم ذاك الوقت؟ والله في اخر مكان لكم في السالميه من كان جيرانكم؟ والله بنصار جيراننا يعني ليومك، يعني انا لي علاقه مع يعني الناس اللي بعمري وايد، يعني الناس كانوا ربعي، كنا نلعب مع بعض بسكه هناك بدايتنا، اسمها كنا نلعب سكه. مثل منو كان بجيرانكم؟ في لكن ما كانوا لاعبين بالامانه. لا انا جيرانكم حتى لو مو شرط يلعبون كره. عندنا حواليكم؟ حوالينا كان بيت احمد مفلح وصديق كان العزيز، يعني من صغار احنا كنا مع بعض ليومك، احنا متواصلين مع بعض. ايضا بيوت لدينا ايضا كانوا هم دائما حوالينا، كنا منطقه السالميه. طبعا لما رحنا للقطعه الثانيه اكثر الفريق كان بنصار، يعني كلهم من قبيله واحده. محمد بيت صقل البريش ومحمد ولد عمي ايضا كان بنفس الفريق، فكان اغلبيتهم بالقطعه الثانيه كانت من نفس القبيله، من نفس القبيله، لكن بالقطعه الاولى كان بالامانه خلط. يعني حتى في ناس يعني من الوافدين كانوا ايضا من ربعنا، يعني في القطعه الاولى اللي كنت فيها. يعني في 77 انت طفل كنت حبيت كره القدم، اول ما ولدت في 77 وصار عمرك 6 سنين 7 سنين 8 سنين تعلقت في كره القدم؟ والله ابو نصر تقريبا مثل ما قلت يمكن من 7 سنين من 6 سنين 7 سنين تعلقت في كره القدم، لان كان اخواني يلعبون ابو نصر كره، يعني كنت اشوفهم قدامي يروحون النادي رادي من اللعب. بس عشان اعرف اخوانك للمشاهدين، بس من اللي كان يلعب؟ كان يلعب خالد اخوي، كان اكبر واكبر اخواني خالد اخوي، بس لكن ما كمل في النادي، واللي كمل وليد اخوي وليد الاشهر. اي فاللي كمل وليد، عادل وخالد بطلوا يعني هم صغار، يعني من وصلوا الفريق الاول بطلوا. فهم كانوا مثل ما تقول اشوفهم قدامي. ايضا كان ابو نصر يلعبون في لعب السكه، كان عندنا فريق اذكر كان يسمونه ملعب الهنود، انا ما ادري ليش والله يسمونه ملعب الهنود ليومك، بس بعد البرنامج بحط له اسئله ليش كانوا يسمونه ملعب الهنود. فكانوا هناك يتجمعون، يعني كانوا يلعبون مباراتهم، فكنت احضر مع اخواني هناك اشوفهم لما يلعبون يبارون الناس او يبارون بينهم وبين بعض، فكنت احضر معاهم. في الفريق الهنود اللي حكيت عنه لعب كره قدم، لكن انت كمشاهد ما كنت تشارك معنا لان اكبر منك بالعمر. بالضبط، كنا نشارك احنا بس مثل ما تقول مع ربعنا الصغار، يعني ما هي مباريات كبيره بيننا بين بعض كنا نلعب، لكن مو نفس كان ما كنت اشوف اخواني الكبار كانوا يلعبون مثل ما تقول ناس يجونهم من منطقه ثانيه وهم يبارونهم، يعني مثل ما تقول تنافس بينهم كان. وانت صغير لا شك لما وعيت 7 سنين 8 سنين كانت تعي تشوف من اللي كان ذاك الوقت تحب من اللاعبين سواء من ناديك او نادي ثاني؟ كنت تحب لاعب معين تابعه وتشوفه؟ والله ابن الصالح يعني من صغري انا كنت احب الكابتن عبد العزيز حسن بالامانه. يعني ليش عبد العزيز حسن؟ بحكم انا ما ادري وقتها ما كنت راح اكون انا لاعب نص بالامانه، لكن كنت اشوفه يعني وانا كنت صغير كان لاعب مثل ما تقول بارز بين اللاعبين الاخرين، في لاعبين وايده كان بارز، بس كان هو اللي كابتن عبد العزيز حسن هو اللي كان يعني اللي شد انتباهي له. نعم. نتكلم فيما بعد المدرسه، وين درست مراحلك الدراسيه؟ درست ابو نصار الابتدائيه انت 77 لحقت على الروضه؟ اي لحقت على روضة السالمية كانت روضة السالمية. بعدها درست ايضا مدرسة السالمية الابتدائي مدرسة ابو سعيد الخضري،
مدرسة سالمية أيضا، بعدها هم أيضا مدرسة سالمية المتوسطة لكن على مرحلتين، درست أولى وثانية متوسط في مدرسة ابن النفيس، بعدها صار الغزو العراقي، صارت السنة اللي وراها الدمج اللي هي تدرس سنتين بسنة واحدة، فكانت ابن النفيس وقتها مسكرة بسالمية فانتقل. احنا انتقلنا أساسا، احنا منطقة سلوة، سكننا منطقة سلوة، فدرست مدرسة أبو تمام اللي هي برميثية اللي هي ثالثة ورابعة. تفضل. ومرحلة الثانوية درس ثانوية الغرطبي اللي هي بسلوى، كانت قبال البيت. نحكي عن المرحلة الدراسية اللي حكيت عنها في الابتدائي، من درسك رياضة؟ تذكر الرياضة من اللي كان معاك من زملائك؟ كان اللي درسنا رياضة اذكر كابتن عبد الرحمن، ايضا كان هو مدربنا بالنادي عقب ما رحت نادي السالمية، كان ايضا هو مدربنا في نادي السالمية. من كان معاك من الشباب اول جيل عرفته؟ احنا خلينا نقول جيرانك تعرفهم. اي نعم. لكن جيت المدرسه لا شك في ناس ثانيه تعرفت عليهم في المرحله البدائيه، من اللي عرفتهم؟ والله ابو نصار الحين يمكن ما تحضرني الاسامي، او انه كانوا موجودين لكن ما كملوا معي، يعني ما راحوا معي النادي. مرحله متوسطه من كان معاك؟ من اللاعبين كان معي، مو شرط لاعبين، حتى لو اسماء ثانيه، من كانوا معي اسماء ثانيه لكن بالنادي لكن ما كملوا الفريق الاول، محمد الداهوم، راشد العميره، كان معاي بالثانوية أيضا محمد سالم اللي هو يصير عم بشار عبد الله، فكانت والله يعني والله بنصر يعني ما تحضرني الأسماء وايد، لكن هذين اللي كانوا معاي، لكن ما حد كمل معاي للنادي للفريق الأول، يمكن إلا علي عبد الرضا كان معاي بمرحلة الثانوية وكمل معاي للنادي، أما الباقي للمراحل السنية وانقطعوا عن النادي. يعني لعبت في فريق المدرسة؟ في أي مرحلة لعبت في فريق المدرسة؟ تم اختيارك مع فريق المدرسة؟ تم اختيارنا بنصار بالثانوية، يعني بالمدرسة كنا نلعب دوري الفصول. لا لعبنا لكن ما كان في دوري بين المدارس، كنا نلعب يعني صف يباري، صف اللي كان النشاط المدرسي اللي يكون بالمدرسة، لكن كاختيار كمنتخب مدارس كان في مرحلة الثانوية. راح أرجع لك، بس أنا كابتن صالح البريتشي أحبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود من جديد مع النجم الدولي السابق صالح البريتشي لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني والأولمبي السابق. يمكن اليوم نبدي من مدرسة الثانوية اللي درست فيها في سنة تقريباً 91-92، طبعاً اسمها فهد السالم حالياً، لكن سابقاً أيامي كانت اسمها ثانوية الغرطبي، وأعتقد أنها كانت هي أول مدرسة مقررات في الكويت، وأنا درست فيها في السابق كانت مدرسة اسمها ثانوية الغرطبي، لكن بعد ما تخرجنا يمكن كم سنة تم تغيير اسمها إلى ثانوية فهد السالم. دراستي في الثانوية هذه كانت بالأمانة من أولى ثانوي كان تجمعني معاهم نخبة يمكن من اللاعبين اللي كملوا في معاي، خاصة معاي بنادي السالمية، وأيضا بعد كان أخوي، طبعا أخوي الدنيا هو سالم مروي أخوي اللاعب علي مروي، كان أيضا معاي في الثانوية هذه لكن كان يسبقني أكبر سن. يمكن ترعرعنا هنا في المدرسة، يمكن ذكرنا في السابق أنه تم الإشراف على المدرسة من اللاعبين خلينا نقول المحافظات عن طريق الأستاذ يوسف وسكندر، وأيضا الأستاذ أحمد صميم أيضا هو كابتن في نادي القادسية في الوقت السابق للمراحل السنية. طبعا ذكرياتي بالأمانة هني كثيرة يعني في المدرسة هذه، يعني يمكن أنا برست أو أن لعبت مع منتخب المدارس أو منتخب المحافظات أيضا من ثانوية الغرطبي، بغض النظر عن المراحل المتوسطة اللي كنا فيها مثلا دوري الفصول، لكن هني كان في منافسات بين المحافظات، كان في منافسات بين ايضا منتخب المدارس اللي كان تتكلم عنه تشكل لنشارك في بطولة المدارس المغرب، لكن انه ما حالفنا الحظ وشاركنا تكنسلت البطولة. فبالأمانة يعني المدرسة هذه تذكرني فيها يعني مواقف كثيرة، سواء كانت مواقف طريفة مع زملائي في المدرسة أو أيضا زملائي كانوا بالنادي معي بالمدرسة أيضا، وكان وقتها ناظر المدرسة الله يذكره بالخير كان علي بجاد المطيري، هو كان ناظر المدرسة أيام ما كنت أنا أدرس فيها. نعود حبتنا من جديد في قديمك نديمك وتكملة الحوار مع اللاعب الدولي السابق صالح البريتشي لاعب نادي السالمية والمنتخبين الوطني والأولمبي سابقا. وصلنا قبل الفاصل كابتن صالح عن المرحلة الثانوية فريق المدرسة. اي نعم. يمكن بنصاقد كان مرحلة وسطة كانت هي دوري الفصول، بالأمان يمكن الحين نفقدها، يعني يمكن احنا طلعنا من دوري الفصول ومراد كثير لاعبين طلعوا من دوري الفصول، لكن الحين ما نشوف في المدارس الاهتمام في دوري الفصول والأمور هذه. المرحلة الثانوية تم اختيارنا ابو نصار لمنتخب المدارس. طبعا كنت تلعب فريق المدرسة؟ عفوا كنت العب فريق المدرسة. من كان مدربكم ذاك؟ مدرسكم كان مدرسنا يوسف اسكندر اللي هو نادي كاظمة، امين سر نادي كاظمة يوسف اسكندر، كان هو يدرسني بالثانوية ثانوية الغرطبي. فكان اختيارنا اول شيء فريق المحافظات، كان
فريق محافظات حولي باري فريق العاصمة. أكثر المشاهد عشان سيعرفها. فريق محافظات كان مثل محافظات كم مدرسة ثانوية بمحافظة حولي كان يختارون أفضل اللاعبين اللي فيهم أو شيء يتم دوري بين دوري بين محافظات حولي بين مدارس حولي ودوري بين مدارس العاصمة دوري بين مدارس مثلا الجهرة والأمور كل عاصمة لها دوري بينهم بين بعض. بعدها يتم اختيار منتخب محافظات مثلا الحولي أنا مثلا من مدرستي الغرطبي واحد من مدرسة ثانية من مثلا نقول فرحان الخالد من رميثية من عفوا بيان ناس من صالح شاب من مشرف هذا يسمونه منتخب المحافظة نفس المنتخب انباري المحافظات الثانية اللي مثلا انباري عاد العاصمة انباري هذي بعدها تشكل بنصار منتخب المدارس وكنا بنشارك بطولة لكن في السنة كان كل سنة يشاركون فيها بالأمانة لكن سوء حظنا يمكن بالسنة اللي احنا تم اختيارنا كانت البطولة كانت راح تكون في المغرب لظروف ما تأجلت البطولة ويعني وإحنا تخرجنا من الثانوية وما لحقنا على البطولة هذه لكن تمرنا وتم اختيار فريق من جميع المدارس كمنتخب مدارس عشان نروح البطولة هذه لكن تكنسلت البطولة وبعدها عاد احنا تخرجنا من الثانوية وما كملنا يعني البطولة المنتخب مدارس تعامل الأسرة معاك الوالد والوالدة شلون كان في ذاك الوقت بالدراسة بشكل عام دراسة الطفولة بالعكس الناس كانوا الناس بالأمانة يعني مشجعين لي خاصة بالناحية الدراسية ومن الناحية الرياضية يعني الوالد والوالدة الله يحفظهم بنصار يعني أنا الوحيد يمكن بين إخواني اللي كنت بريحهم بالأمانة كنت أنا جاب دراستي بنفسي يعني ما تعبوا معي بالدراسة يعني إخواني الثاني كان يجيب هذا مدرس يجيب حق هذا مدرس يجيب حق مدرس هذا كنت مجتهد أنا كنت مجتهد بنفسي يعني كنت شايل نفسي بنفسي فكنت أنا مريحهم بالأمان من الناحية هذه وكنت معتمد على نفسي بالأمان كنت يعني موازي بين الدراسة وبين الرياضة كان يشجعونك بالرياضة أكيد بنصار والوالد من الناس المنتقدين لي أول ما أوصل البيت بالأمان يعني حتى ما يجي المباراة وأنا خسران ما ودي أجابله لأنه وده يطلع لي 600,000 عيب بالمباراة اللي سويناها بداية أول خطوة لك في نادي السالمية شلون بدت أول خطوة في أي سنة أول مرة تدش نادي السالمية كلاعب أول سنة بنصار طبعاً تبع إخواني يعني تعب يعني مع وليد وخالد وعادل أي سنة رحت نادي السالمية تقريباً منصار يعني كنت في مرحلة خلينا نقول الأشبال يمكن كان عمري 10 سنين يعني اللي البراع من الحين يسمونها فمن 10 سنين أنا التحقت يعني تقريباً سنة 87 86 تقريباً التحقت بنادي السالمية طبعاً مو باختياري لأن إخواني كانوا يروحون نادي السالمية فأنا كنت معاهم يعني أنت كنت عرباوي ولا قتساوي ولا الكويت أي نادي تشجع والله بنصار أنا كنت عرباوي كنت عرباوي يعني كنت أحب العرب أنا من صغري لكن رحت نادي السالمية مع أخواني يعني نوصل للإخوان قلت لي البراع اي نعم بنادي تفضل طبعا تدرجت من مرحله البراعم لمرحله الناشئين للاشبال للشباب للفريق الاول شلون عمليه اختيارك المراحل السنيه اللي تدربت او وصلت لها في نادي السالميه شنو المراحل السنيه المرحله الاولى بنصل هي تحت 12 احنا قبل كنا نسميها تحت 12 الحين يسمونها البراعم كان تحت 12 وكان لنا دوري بالامانه فيها كان وقتها مدربنا اللي اسمه قلت كابتن عبد الرحمن اللي كان مدرسي في الابتدائيه وكابتن ايضا مجدي اعتقد الحين موجود في نادي العربي كابتن مجدي بعدها انتقلت لفريق تحت 14 سنة سريع كان انتقالك ولا كان لا كان على العمر بنصر على فترات يعني كنت أقعد هني سنة والسنة اللي وراها الموسم مثلا الجاي كنت انتقل للمرحلة اللي وراها اللي هو طبعا على المواليد وعلى العمر طبعا كل سنة بعد مرات يختلف الاتحاد المواليد مثلا بعد ما تقعد بالمرحلة سنتين حكم السنة اللي وراها مثلا يتغير قانون الاتحاد مثلا مواليد 77 أقعد يمكن كم مرحلتين في تحت 14 سنة بنصر بعدين يعني يمكن تحت مرحلة 16 سنة هني عاد هني يعني مثل ما تقول استوعبت بالامانه كره القدم برزت اكثر من مرحله 16 يعني بدا الناس تقول والله صالح البريتشي خوش لاعب فريق 16 سنه بتحت 16 سنه ابو نصار يشوفونك بيشوفون تحت 16 سنه بالامانه يمكن اول بطوله حصلنا عليها اللي هي بعد الغزو يمكن انا صعدت تحت 16 بعد الدوري السيده اللي بعد الغزو سنه 91 92 وفي السنه هذه بنصار احنا خذينا الدوري تحت 16 سنه نادي السامي خذ من كان معك زملائك في ذاك الوقت اللي كملوا معاي كان بشار علي عبد الرضا ناصر العثمان بعد منو لا محمد الشطي كان حارس لكن الفريق الاول بعدين هذه المجموعه هذه المجموعه اللي كانت معي اللي كمل معي بس الابرز اللي هم ناصر العثمان وبشار وعلي عبد الرضا خطوتك الاولى في نادي السالميه شلون تم اختيارك للفريق الاول تم فريق الاختيار الاول من اصلا من تحت احنا انا في سنه 16 قعدت فيها سنتين يعني المفروض اني قعدت فيها سنتين كنت انا لعبت 16 ونصار كان عمري صغير يعني كنت العب السنه هذه والسنه القادمه ايضا كنت العب 16 سنه لكن في السابق من الصار كان ما يصير ان تلعب مرحلتين يعني حدك انك تلعب مرحلتين يا 16 18 او 18 درجه اولى فكانوا يبوني العب مع الفريق الاول مو كلاعب اساسي كلاعب يستعنون فيه كاحتياط مباراه المهمه اكمل معاهم
فاضطروا انه يشطبوني من فريق 16 اني ما العب مع فريق 16 وسجلوني مع فريق 18 طبعا مو انا بس انا وبشار وناس وعلي عبد الرضا وناصر عثمان ايضا معنا اشطبونا من فريق 16 يعني ضحوا فريق 16 بالله اربع لاعبين فسجلونا مع فريق 18 عشان نلعب في فريق 18 وفريق درجه اولى فهني مثل ما قلت لك نصاب بالرست او العين صارت على صالح بريتشي في مرحله في النص لعبت في النص لعبت في خط الوسط اختيارك انت اختياري حتى يعني رغم اللي ترتديه كنت اختياري كنت اختياري بحكم ان يعني كان وليد اخوي يرتدي في الفريق الاول قبل. لكن قبل كنت البس تحت 16 وانا اثنين كنت البس رقم 15 لحب ليوسف ثنيان حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود من جديد من اللاعب الدولي السابق صالح بريتشي لاعب نادي السالميه والمنتخبين الوطني والاولمبي في قديمك مدينك وتصبح النتيجه 4-2 أربعة الكويت اثنين السالميه والسالميه يعني على فكره يلعب بعشرة لاعبين استفاد فعلا الكويت من النقص العددي وسجل هدفه الرابع ناصر العثمان اللي تسبب في تسجيل الهدف في مرمى 4 بداية رغم قياب الحقيقة كبير جول يا صالح لبريتشي في دقيقة 28 صالح البريتشي في الدقيقة 28 فاجأني أنا وفاجأ الحقيقة الكل في كرة قوية في المرمى شوف التسديدة القوية بعيدة من مسافة بعيدة وتضرب على الأرض وتخدع أيضا بدر العازمي شوف التسديدة القوية شوف ضربت في الأرض خلاص تخدع أكبر حارس وأربعة ثلاثة بدر الحجاج يقطعها البريتشي يقطعها مع بشار يلعبها الى بشار البريتشي توصل الى اندرين ناحية اليمين وحصلها قبل لا تطلع اندرين حصلها كرة عرضية والبريتشي الله 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 حلوة من البريتشي بعد ما وصلت من بشار الكرة الى اندرين البريتشي اللي نزل اتجه المرمى ونزل على اساس انه ياخذ له مكان ويوضح وبكل ذكاء من البريتشي يلعبها تمريرة من بشار من ايضا اندري وكره حلوه من البريتشي صالح مسجل في الدقيقه 40 اذا في الدقيقه 40 صالح البريتشي يفتتح جول حلو من البريتشي شوف بشار الى اندري حلوه طويله من بشار خلف الدفاع لازم تلعب خلف الدفاع والهجوم يركض اسرع له بدون كره شوف رجع للبريتشي وعلى طول بالزاويه الضيقه لكن قويه وصعبه اذا صالح البريتشي شوف اللي أول مرة يتقدم ويحطها المسد تتنفذ من عادل اللاعب باقر وبيحطها بالراحة الله كرة خطرت طايف الله يا سلام يا مسعود كرة ارتدت من الدفاع وركلة جزاء حكم المباراة بيحتسبها على محمد الأنصاري نزل بالشوط الثاني من كرة أساسا جاءت بخطأ من الدفاع إلى مسعود فريدون شوف مسعود لشاتها على الطاير وارتدت وحاول يتابع لكن شوف الدفعة جاءت من الخلف من اللاعب الأنصاري شوف سيف علي ركلة جزاء وأول من اخترع ركلة الجزاء هو حارس مرمى ميلفورد إيفرتون الإيرلندي الشمالي سنة 1850 وراح يحطها لبريتشي بيحطها بالجول الله جول السالمية ليرفع السالمية إلى 12 نقطة الآن 12 نقطة ويصبح السالمية في المركز الثاني ويخرج النصر على حسب النتائج اللي ما زالت متوالية نود حبتنا من جديد في قديمك نديمك وتكملة الحوار مع الكابتن صالح البريتشي تكلم صالح وصلت ارتديت رقم 15 قلت لي في اخر حكوه قبل ما احط الفاصل هل احبك ليوسف ثنيان صحيح يمكن تحت 16 من انصار يعني يوسف ثنيان كان لاعب كبير بامانه في نادي الهلال السعودي والمنتخب السعودي فكان هو يعني كنت انا معجب فيه بامانه يعني يمكن تشجع الهلال كنت؟ كنت اشجع الهلال ولبس رقم 15 عشان يوسف ثنيان حتى بكرامه يا ابو نصار كنت يعني حتى تكرم الجوتي اللابشين كان هو يسوي فيه حركات كنت اسوي فيه نفس الحركه اللي كان يسويها فيه يعني
الفريق الاول تم اختيارك للفريق الاول نادي السالمي، اي سنه وصلت الفريق الاول؟ اول مباراه لعبتها من نادي السالمي؟ اول مباراه لعبتها سنه 93 كان المدرب جلدو استعان فينا كلاعب احتياطي مو لاعب اساسي. اي نعم، هذا بدايه الفريق الاول. الفريق الاول كان عمري تقريبا 16 سنه يعني، بس كنت العب مع فريق 18 عشان اني العب مع اكمل مع الفريق الاول سنه 93. 93 اي، مع مدرب جلدو. مع المدرب جلدو. متى خذيت وضعك بالفريق كلاعب اساسي؟ 93؟ لا، كلاعب اساسي الفريق الاول. اي نعم، كلاعب اساسي الفريق الاول 94 95. كان مع الكابتن صالح عصفور. بس هم قفزه سريعه لك. قفزه سريعه، انا لعبت بنصر الفريق الاول، كنت انا لعبت تحت 19 يعني، ما يعني حتى انا في يعني فريق 19 ما شاركت معاهم يعني ولا مباراه، حتى كان في عندهم نهائي الكاس لعبت معاهم بس نهائي الكاس وخذينا البطوله. ايش ما يعني ما صار وجهي نحس عليهم، ايش ان خذينا الكاس يعني، لعبت معهم لعبه واحده اللي هي كانت نهائي وخذينا فيها الكاس. فكنت العب مع الفريق الاول، كان عمري اوريدي كان قاصر، كنت العب مع فريق 19 المفروض بال 93 94 94 95, 95. إيه نعم. لي بديت خلاص. متى ثبت انت؟ ثبت بثلاث 94 95 كلاعب اساسي. كلاعب اساسي مع جلدو. اعطاك فرصه؟ جلدو اعطاني فرصه بداياتي ب 93 بحكم كان عمري صغير بنصار 16 سنه. فانا دائما اقول اللاعب تحت 18 سنه اذا ما ياخذ فرصته بالفريق الاول وهو صغير ما راح يحصل فرصته بعدين. فاكثر اللاعبين تشوفهم اللي ما كملوا بالفريق الاول ما اخذوا فرصتهم وهم لاعبين صغار. شنو المباراة اللي شهرتك الناس عرفت صالح البريتشي فيها؟ مباراة لا شك تألقت وجدت نفسك من مجموعة من اللاعبين، لكن في مباراة الناس عرفتك فيها؟ والله ابو نصار في مباراة كثيرة خاصة مع المنتخب. في بدلاء انا حاجي لأول المنتخب مع النادي. المنتخب راح نوصل له بعدين. مع النادي الناس عرفتك أكثر. مع النادي أعتقد أول موسم لي اللي هو 94 مع 95 اللي هو مع نادي القادسية. كنت لاعب صغير ما حد كان يعرف انه صالح البريتشي، وتلعب ضد القادسية وقت جماهيره كان يترس الملعب. كان الكل يتمنى اني العب مع ضد نادي القادسيه، والحمد لله في الموسم هذا يمكن لعبت من احسن مبارياتي ضد نادي القادسيه وبالجمهور هذا، فانعرفت يمكن الجمهور كان حاضر للمباراه. ليش السلمي كان متالق في تلك المرحله؟ ليش؟ لانكم طلعتوا مع بعض لاعبين؟ ابو نصر طلعنا لاعبين صغار مع بعض، وايضا لاعبين الكبار ما كانوا على مشارف الاعتزال، يعني كانوا للحين بعز عطائهم، فكنا يعني مثل ما تقول انسجمنا مع بعض، فكنا مكملين حق بعض. يمكن هذا اللي اكثر الانديه تفقده الوقت الحالي هذا، يا تحصل الانديه لاعبين كلهم صغار فما تلاقي فيه تنافس، او تلاقي فريق قوي، او لاعبين كلهم كبار وما تلاقي فيه تنافس. فالوقت هذا يمكن دشينا احنا 6 لاعبين 5 لاعبين مع اللاعبين الاحتياط مع الفريق الكبار. كان باسل، كان 93 كان محبوب جمعه موجود. صحيح. على يعني يمكن اخر سنه كانت لحق محبوب جمعه. عيسى فلاح، وليد اخوي، علي مروي، جاسم الهويدي، علي فلاح، حسين الخضري. فكانت مجموعه كبيره وكانوا لاعبين منتخب وبعز عطائهم، ودشينا احنا عليهم مجموعه صغيره الشباب، وكنا ايضا احنا نمثل المنتخب لكن منتخب الشباب كنا، وكانت مجموعه طيبه بالامانه. فصار انسجام بيننا، صار مزيج يعني المدرب ولف خلينا نقول الاعمار بين بعض، توليفه يعني اتت خلينا نقول ثمار لنادي السالميه في الموسم هذا. كانت قلت لي وصلت لمراحل في تمنى، من وصلت للفريق الاول تم اختيارك لمنتخب الناشئين. اي نعم. اي سنه كانت اختيارك؟ نفس السنه اللي صعدت فيها في منتخب الناشئين. كانت ابو نصار تحت لما كنت تحت 16 شاركنا في بطوله الصداقه اللي كانت في عمان. هني عرفت لاعبين الدية الثاني مو لاعبين ناديك؟ لاعبين الدية اللي هم لاعبين الدية الثانية. اي قصدي اللي مو من نادي السالميه. اي نعم، نادي السالميه اللي هم تحت 16. من كان معك؟ من الأندية الثانية اللي كملوا يمكن كان بدر الشمري، سعدون الشمري، عبد الله الكندري، محمد خماس لاعب نادي القادسية بس ما كمل، دش الكلية في الوقت هذاك فما كمل أيضا مع الفريق الأول، مشاري جاسم. هذه في بطولة الصداقة؟ في بطولة الصداقة بعمان كانت. في عمان. في عمان. حققتوا نتائج زينة؟ والله بنا صار طلعنا الثالث، لكن بحكم ان الوقت اللي احنا كنا فيه ذيك الايام كان تزوير في دول الخليج للاسف. يعني يعني كان في تزوير، يعني كنا نلعب احنا مع ناس اكبر منا سنا. فكانت تفرق الفروقات بيننا، فحصلنا المركز الثالث وقتها. لعبت اساسي؟ لعبت اساسي. نعم. من كان مدربكم ذاك الوقت؟ مدربنا كان اعتقد اذا ماني غلطان هو المساعد كان بدر عبد الجليل اعتقد، لكن والله ماني ذاكر من صار المدرب، كان مدرب اجنبي كان معانا. بس ماني ذاكر والله اسمه. خطوتك طبعا خطوتك سريعه كانت في نادي السالميه، لكن شلون وصلت للمنتخب الاول؟ بنصار انا لما نقوا اسمي في المنتخب الاول كان مثل ما تقول صدمه لي بالامانه. يعني بسنه اي سنه كانت؟ سنه 95 95 96 كنت لاعب انا اوريدي صغير، كنت العب تحت 19 سنه. فلما تم اختياري ما انا ما كنت ادري يعني، كنت توني متخرج من الثانويه. اي مدرب؟ كانت بنصار مع ماتش الله. مع ماتش الله 96 95 ما كانت ماتش الله. لما تم اختيار المنتخب فكانوا يقولون لا مو انا، كان اسم وليد اخوي اللي طالع مو صالح، يعني كان اسم وليد بحكم الوليد كان
تو راجع من إغافة اللي كان في السعودية سنة اي نعم 94، فكانوا يقولوا لا مو اسمي، كان اسم وليد يعني مو اسمي انا، لين دعوا الاسم كانت الاسامي المنتخب تنقال بالاخبار وقتها. اي والله يا اخو ساعه 9 ما انساها انا اليوم هذا. فلما للحين مو مستوعب ان هذا اسمي يعني، حتى كان وقتها مدربنا كان صالح العصفور، فقاعد يقول لا يمكن وليد ما يقصدونك انت، فبعدين لما تاكدنا لا طلعوا يقصدوني انا، لما سمعت اسم بنصام تاكدت ان اسمي انا، ان اسمي اللي كان موجود مع المنتخب. يعني بنصام ما اوصف لك شنو الشعور اللي كنت فيه من الفرحه ان تم اختياري من اسم المنتخب. يعني قبل بنصار مو نفس الوقت الحالي للاسف، يعني يمكن الحين لما تسمع اي واحد يروح منتخب ما تستغرب عادي، لكن قبل كانت بطلعه تروح انك يعني تبي تسمع اسمك مع المنتخب ان شاء الله لو ما تلعب مدرج. كان احد اللاعبين اللي عملت له مقابله والله ما اذكر اسمه منه تحديدا، قال لي كنت ما نمت للفجر عشان انطر جرايد باكر اشوف شنو كاتب. من صار انا تخرجت كان تخريج من الثانويه يعني ب 95 واختياري كان ب 95، حتى قلت ما بي الدراسه، ما بي الجامعه، ما بي شيء، بس بروح منتخب. يعني وقتها كنت هذا كان تفكيري بالامانه. زين، ف تم اختياري للمنتخب الاول. لاي بطوله كان في؟ كان بطولة كان تصفيات كاس العالم. ما لعبت فيها؟ لا لعبت فيها بس لكن كنت لاعب احتياط مو اساسي. اي بس هني حسيت بثقه اكثر. اكيد يعني من صار لعبت المنتخب الاول، يمكن عكس العالم، لعبت المنتخب الاول قبل المنتخب الاولمبي. بعدين لعبت المنتخب الاولمبي، يعني لعبت انا يمكن سنتين المنتخب الاول او 3 سنوات، بعدين لعبت المنتخب الاولمبي. فخذيت فرصتي بالامانه مع مدرب ما شاء الله. لكن من صار وقتها يعني لما تحصل انت ربع فرصه، يعني وقتها من كان بالنص؟ كان وقتها بالنص فواز، عبيد، حسين الخضري، صح، ايمن الحسيني، عصام سكين، بدر، عبد الله وبران، يعني نجوم ما تقول انت تقايش بينهم، تحصل ربع فرصه. صح، فالحمد لله حصلت فرصه بين النجوم هذه. نعم. تبقى ايضا لدورات كاس الخليج، دوره كاس خليجي في التي اقيمت في السعوديه، مرحله مهمه بالنسبه لك. اكيد بنصا، يمكن انا تم اختياري اول شيء للمنتخب خليجي 14، لكن لظروف التسجيل او يعني اضطروا انه يعني يشيلون لاعبين من الفريق. اذكر باخر لعبه تجريبيه لعبناها بالكويت لعبت فيها اساسا انا، لكن بعد اللعبه تم استبعادي بحكم تسجيل البطوله في 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 خليج 14. راح ارجع لك كابتن صالح بريتشي، احبتنا في كل مكان. فاصل ثم نعود من جديد مع الكابتن صالح بريتشي، لاعب نادي السالميه والمنتخبين الوطني الاولمبي سابقا في قديمك نديمك. توصل مقطوعة للقادسية، كرات أخطاء ممكن تكون فيها جول لأي فريق من الفريقين. بشار ويتقدم ويعدي الثاني والكرة معه وناصر عثمان، جاء الثانية والثالث والرابع والخامس. ضربة جزاء صحيحة ما في كلام. اللي فيها شكوك في المرة الأولى مو معقولة، بشار يعني عدى من أربعة وأخذ الخامسة بلنتي. ضربة جزاء صحيحة ما فيها كلام. شوف هذا كان معدي الأول والثاني والثالث. شوف هني شو يسوي بعد، وعدي واحد وبين اثنين. شوف حطري له معاه مشعل سعيد، وضربة جزاء ضربة جزاء، وهذه الكاميرا تعيد لك ضربة الجزاء وشلون الاشتراك. وهذا بشار بعد ما عدى، شوف عرقلة الريل نمش بلمسة بسيطة في الـ في الـ في الـ في القدم، فطبعا عرقله لان اللاعب ممكن يستفيد من الكره ويلعبها بالمرمى، فبالتالي ضربه جزاء للسالميه. ضربه جزاء والاعصاب تلعب دور. شوف نواف رايح له، نواف رايح لصالح يقول له صالح طلعها برا الكره، صالح يقول له يبي يحطها. طبعا صالح فريقه ونهائي كاس حضره صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. وصالح البريتشي وين بيحطها، يمين شمال ولا شمال يمين؟ صالح البريتشي راح يعدلها مرة ثانية، راح يعدلها ويسمي. ما يبيها تضيع. ونواف الخالدي وصالح البريتشي وصالح بهدوءه، ولا نواف يطلعها، حطها بهدوءه، جول بالهدوء والهداوة، وهداوة صالح أشعل أيضا الشوط الثاني بهدفه مع حمادة عبد العزيز اللاعب السابق للسالمية ومساعد مدرب. ومبروك لهذا الهدف، حلو من ضربة جزاء حلوة. لكن القادسية أيضا حاول، وهذه الإعادة مرة ثانية لضربة الجزاء، بالفعل حاطها بزاوية صعبة، زاوية صعبة وتلمس كأنها نود. حبيتنا من جديد في قديمك نديمك، وتكمل الحوار مع اللاعب الدولي السابق صالح البريتشي. حكينا عن دورة كأس الخليج في السعودية.
دوري الكاس خليج السعوديه دوري 15 طبعا هني تم استدعائي من كابتن بيرتي فوكس وقتها ايضا كان بنو نصار يعني ظروفي مع دورات الخليج سبحان الله يعني مو متوفق فيها يعني يعني في 2004 في كاس خليج 14 استبعدت في اخر مباراه بحكم تسجيل البطوله في خليجي 15 كنت وقت انا طالب في الكليه العسكريه فكانت طلعتي ايضا في اخر يوم يعني لعبت المباراة الودية مع المنتخب لكن ما ذهبت معهم في معسكر ألمانيا كان مدرب بيرتي فوكس أول معسكر مع المنتخب الألماني ما رحت معهم كنت منتخب بالكلية لما عادوا التحقت فيهم في معسكر داخلي بالكويت لكن في وقت مباريات كنت بس أخرج والويكند اللي كنا نطلع فيه كطلبة ضباط في آخر مباراة تجريبية لعبناها مع أعتقد منغوليا أعتقد لعبنا ضد منغوليا آخر لعبة بعدها بيوم بنسافر يعني لعبناها احنا السبت يوم الاحد كنا بنسافر عمان لمده اسبوع معسكر مباري منتخب عمان لعبه ومنتخب والله ما اذكر منتخب افريقي ثاني كنا مباري لعبه ثانيه نروح للسعوديه فكلمني الكابتن فارس فوز قال لي شلون على باكر قلت والله الحين راد بالليل الكليه فما اعلم شو راح يصير لي باكر يعني سبحان الله باكر وانا في الكليه طلعوني يمكن بالساعه 10 11 فقالوا يروح التحق مع المنتخب كانوا حتى بالمطار طياتنا الظهر فرحت البيت ذهبت اغراضي بسرعه بسرعه والحمد لله ما قصروا معي يعني القياده في الحرس الوطني اني خرجت التحق مع المنتخب لعبنا لعبتين بعمان يمكن البطوله الابرز كانت لي بنصار اللي هي خليجي 15 خليجي 15 اول بروز لك اول تالق كان امام منتخب كبير السعوديه وحصلت على جائزه افضل لاعب صحيح بنصار كانت مباراه الافتتاح صعبه شلون نجحت انك تكون في افضل لاعب؟ صار انا بالامانه يعني في انواع اللاعبين، في لاعبين يهاب من الجمهور صح. وفي لاعبين يستمتع لما يشوف جمهور. انا بالعكس انا من الناس اللي استمتع اشوف جمهور يكون تارس الملعب، لان انت لما تلعب تبي تخلي الجمهور هي تشوفك صح. يعني بالامانه ما ودك انك تلعب الملعب خالي وما حد يشوفك يعني في ناس لا ترتبك من الجمهور. انا لما ادش الملعب ونصار بالعكس استانس لما اشوف الملعب متروس لكن والله ما اسمع شو يقولون، سواء كانوا يسبون يشجعون ما اسمع لكن استانس على اجواء الجمهور. فكانت مباراة الافتتاح احنا والسعودية ويعني واحنا والسعودية غير مباراة الافتتاح هي بروحها بطولة هني يعني بدعت اي في المباراة هذه اعتقد يعني حصلت على افضل لاعب في المباراة استانست اكيد بنصار يعني خاصة امام السعودية امام السعودية امام الجمهور انت شعار جمهور سعودي بنصار يعني يعني لا يعني يعني لما تبرز انت ضد منتخب سعودي خلاص راح تنشهر انت في كل مكان لان جمهور ذويق بالامانة الناحية الرياضية وناحية الكرة يعني فبرزت بالبطولة هذه وخاصة بالمباراة هذه يعني بالأمانة انبرزت في كل المباريات لكن مباراة هذه أنت متألقت في البطولة كلها بس هذه كانت بحكم جمهورها أن انبرزت أكثر العالم كلها عرفتني في مباراة السعودية لمباراة الافتتاح الأم بسيدني تألق واضح نتائج باهرة وجدت نفسك قلب دفاع ليش المنتخب اللمبي نجح نجاح واضح كبير نتائجكم على مستوى المعسكرات على مستوى البطولة وش قصتك تلعب لعب دفاع هذه من صار انت يمكن ورطتني فيها المركز هذا انت اللي ورطتني فيه من صار يعني بطوله سيدني بالامانه اول معسكر او اول تصفيات اللي كانت ضد منتخب سوريا وعمان ما كان احد اساسا يدري عن المنتخب الاولمبي ولا احد يدري صحيح. من المنتخب الاولمبي ولا في منتخب اولمبي اساسا ترى يمكن تجمعنا يمكن يلا كملنا 20 لاعب ورحنا معسكر البحرين اسبوع لعبنا مع منتخب البحرين مباراه وديه بعدها رحنا بارينا عمان بعدين طلنا من عمان رحنا بارينا سوريا حتى كانوا حاطين مدرب رادي يعني ما كانوا مخصصين مدرب لأنه كان رادي مساعد ما شاء الله كان مدرب حراس مع ما شاء الله فمسكوا مهمة المنتخب الأولمبي لأنه ما كان أعتقد ما كانوا متفائلين فينا الاتحاد إنه راح نجتاز المرحلة هذه فلما رحنا البحرين كلمني رادي قال لي أنا بلعبك قلب دفاع قلت له انا ما عمري لعبت قلب دفاع ولا اعرفك شفت تسلل اساسا قال لي انا بجربك لعبه البحرين الوديه قلت اجرب جربني لعبه البحرين شوط واحد الشوط الثاني ردني لاعب وسط مع عادل عقله فقلت اكيد نساني لعبني شوط واحد ومباراه مهمه عندنا مع عمان فقلت اكيد نساني يعني خلاص ما مو بباله يعني لعبني الليبرو فلما رحنا عمان باول ثاني تمرين لما رحنا عمان كان يقول انا بلعبك ليبرو قلت انت الحين جربتني شوط واحد ما خليتني حتى كم جيم ثاني انا شلت البال يعني انك تلعبني قال لا انا ما عندي ليبرو وابي لاعب ليبرو هادي وهو كان يبي بنصار يبي يبدل الهجمه من ورا إيه فكره رادي إيه كان يبي الهجمه من ورا صح. ولا كان في لاعبين افضل مني كانوا ليبرو يعني قلوب دفاع كان مبارك عبد العزيز كان موجود صح. يوسف اليوحه كان موجود صلاح المدني كان موجود واحد يصنع من بس كان يبي واحد يبي يبدي هجمه صح من ورا فقلت انت ما خلي يعني انا ما اختبرت نفسي حتى بلعبه البحرين يعني كان لعبني مباراه كامله عشان اختبر نفسي قال لا انا بلعبك قلت له لعبني لعبت اول مباراه مع منتخب عمان فزنا فيها 2-1 وجول عمان اللي دش
كان خطأ مني أنا كانوا ربع كنت طاعين فوق وأنا كنت مغطي فلعبوها حق المهاجم وسجل حتى كنت حق رادي عقب ما خلصنا قلت له الجول مني أنا لأن الربع طلع وأنا ما كنت صراحة أعرف أكشف تسلل الأمور هذه فقال لا أنت لعبت زين المباراة هذه وهذه راح نكمل المباراة الثانية جت مباراة سوريا كان يلعبني هم بنصار اللي بربعين يعني أنا قلت خلاص ممكن التصفيات هذه يلا مباراة سوريا نخلص منها ويعني نلعب للتصفيات الثانية اللي هي العودة بالكويت لعبت مباراة سوريا أخطائي غلت بالأمان ما أقولك لعبت يعني لاعب ليبرو متمكن حسيت ارتحت ولا لا والله مو مرتاح ما كنت مرتاح بالأمانة بس مثل ما تقول عنده نكس وبخدم يعني بخدم يعني المنتخب الأمانة فلعبت ليبرو وكنت أنسى وقتي يعني بضمات ونصار أنسى نفسي وأروح أكمل يعني مع الهجمة فصارخ علي من برا رد وارجع مرة ثانية وفزنا الحمد لله على سوريا أيضا 2-1 أعتقد نتيجة أيضا أنا سجلت فيها هدف بلنتي بعدها ردينا الكويت هني صار شوية اهتمام بنصال المنتخب حق حصلنا 6 نقاط خارج ملعبنا ردينا الكويت لعبنا مع عمان أيضا فزنا لعبنا مع سوريا أيضا فزنا بالكويت هني بنصال ما تفضلت بداية حديثك إنه صار اهتمام كبير للمنتخب الأولمبي حلو رحتوا معسكر تدريبي رحنا معسكر تدريبي فترة طويلة أي نعم وكانت المجموعة الثانية اللي هي التصفيات الثانية كانت منتخبين قويين هم منتخب السعودي ومنتخب قطر ايضا قلت يمكن ما شاء الله غزي رادي يدور في الفتره هذه عن لاعب ليبرويت يعني افضل انه يكون بالمكان هذا لكن لا صار انه يكون انا وانت ما قصرت بنصار الظاهر انت كنت تزن علينا خلنا بنفس المكان فكملت ايضا في البطوله هذه في التصفيات الاولى والثانيه لعبنا ضد السعوديه ايضا فزنا في السعوديه وفزنا بالكويت وقدمنا مستوى ولا اروع بالامانه وايضا قطر بالكويت وقطر بالكويت وقطر ايضا فزنا هني بنصار مثل ما صار الاهتمام الاكثر تموا على رادي اعتقد انها كانت فكره ايجابيه ان تموا على رادي ما يابوا مدرب ثاني من برا عشان انه يغير الشكل او انه مو يكون متفاهم مع اللاعبين تموا على رادي بالامانه هني صار اهتمام قوي للمعسكر رحنا معسكر لندن رحنا معسكر ايطاليا ردينا ثاني مره معسكر لندن كان معسكر لمده تقريبا شهر ونص راح ارجع لك انا حبيتنا في كل مكان فاصل ثم نعود من جديد مع اللاعب الدولي السابق صالح بريتشي لاعب المنتخب الوطني والاولمبي ولاعب نادي السلميه السابق ابقوا معنا الآن محمد غريبة يحاول مراقبة بشار بينطلق بسرعة وضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء للكويت ضربة جزاء للكويت صالح البريكي البريكي ويسجل هدف الهدف الأول في هذه المباراة للكويت من ضربة جزاء جاء في الدقيقة 19 من الشوط الثاني في الدقيقة 19 من الشوط الثاني صالح البريكي وفعلا ضربة جزاء ينفذها مرر يا شريف يقطع بشار عبد الله لاعب متابع بشار ويلعبها حلوة للهيب لهيب 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 وبيلعبها لهيب يلعبها لهيب في المرمى والهدف الكويتي الثاني الضغط السوري لم يثمر والهجمة المرتدة الكويتية المبرمجة فعلا والناجحة أثمرت إلى هدف ثاني هدفان للكويت هدفان للكويت لا شيء لسوريا الأوفسايد وليد يتقدم يتقدم وليد يتقدم وليد وركلة جزاء ركلة جزاء عطوها وليد علي خلنا ندخل بأمورك يا رادي عطوها وليد علي عطوها وليد علي عطوها وليد علي خلوه يرتاح ركلة جزاء لا 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 ركلة جزاء واضحة ركلة جزاء شوف 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 المرور وإعاقة راح يسدد إعاقة واضحة كانت من حمادة شبير واعتراض إيش تعترض يعني فيها 5 أهداف سادس ممكن يسجل هدف سادس ركلة جزاء ركلة جزاء تسبب فيها المتألق وليد علي بريتشي حارس المرمى رمزي طالع في حراسة المرمى رجع جول من ركلة جزاء جول من ركلة جزاء صالح بريتشي يتوج جهوده وصنع هدفين وأحرز الهدف السادس لمنتخب الكويت هولي 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 والله حكم هولي للأزرق هولي للأزرق اليوم في مباراة تاريخية له شوف هاي ركلة الجزاء من فوق شوف لعبها داخل المرمى داخل المرمى أحبتنا في كل مكان نعود معكم من جديد في قديمك نديمك لتكملة الحوار مع الكابتن صالح البريتشي
وصلنا الى سيدني، ليش كان لكم تالق واضح في سيدني؟ تالق بنا صار اعتقد لان المجموعه الواحده كانت لمده تقريبا سنتين مع بعض ومجموعه متوالفه وعلى قلب واحد، واعتقد بنا صار الخطا الكبير اللي وقع فيه الاتحاد الكويتي في ذيك السنه اللي هي تصفيات اللي هي كاس اسيا 2000 بلبنان، انه فرطوا بالمنتخب الاولمبي ومن عقبها المنتخب الاولمبي كله تفركش بالامانه، وما كان في خلينا نقول صف ثاني للمنتخب، كان المفروض يكملون او النسبه الكبيره انها تكمل. فحتى الاتحاد اعتقد بنصر هو يعني يمكن توهق في الفتره هذه انه يكمل في المنتخب الاولمبي في 2000 لبنان كاس اسيا او يدعم المنتخب اكثر من لاعبين. كان عندهم اقتراحين، ان هل الفريق الاول ندعمه مع منتخبين المنتخب الاولمبي او المنتخب الاولمبي ندعمه مع لاعبين كبار المنتخب الاول. احنا ردي تقريبا كنا 5 لاعبين 6 لاعبين كنا ردي مع المنتخب الاول مو مع المنتخب الاولمبي، فقالوا الفكره قالت له منتخب كاس اسيا وصعبه عليهم خلينا نكمل في المنتخب الاول، وخذوا 5 لاعبين 6 لاعبين المنتخب الاولمبي. هني تفركش هناك في سيدني لعبت ايضا قلب. لا انا بالامانه من رحنا سيدني واختاروا، كانوا لك حق تختار بالاولمبياد 3 لاعبين كبار من سن فوق 23 سنه، فاختاروا عصام سكين واختاروا جمال مبارك واختاروا حسين الخضري وعبد الله وبران. فلما اختاروا جمال واختاروا عصام، انا عصام كان يلعب وقتها الليبرو، فقلت انا بس خلاص رادي شال بال الفكره من راس انه يلعب الليبرو، خلاص اختار عنده 3 لاعبين يقدر يلعب اي واحد، وحسين الخضري اذا كان يلعب الليبرو. في المعسكر صفة واحد حسين الخضري ما تم معانا، تعور في معسكر لندن، فاستبعد حسين الخضري فتمينا على عبد الله وبران وجمال وجمال وعصام سكين. نعم الطامن الكبرى صار ايضا لعبت ليبرو، صار عصام باك يمين وجمال وانا وجمال غلوب دفاع، فايضا استمريت. بس بدعت هناك والله بنصار الفريق كله بدأ بالامانه، انك انت يمكن احنا يعني يمكن اللعبه الوحيده ما خدمتها هي لعبه امريكا، كنا نحتاج التعادل ونتاهل للمرحله الثانيه، لكن للاسف خسرنا فيها المباراه هذه. الاجمل صالح بريتي بطوله في سيدني تحبها اي لعبه؟ لا اقصد لك تحب سيدني. اي والله بنصار بحكم انها تجربه بنوصل الاولمبيات لها طعم خاص بالامانه، يعني الاولمبيات يمكن ما تمر عليها انت مره واحده، كل يعني كل بطوله تمر عليها مره ولا مرتين بالكثير، فكانت بطولة بنصار وأجواء كان جميل، والجروب بنصار الجروب كنا مع سنتين مع بعض كنا على قلب واحد، ما كان بنصار في هذا لاعب أساسي ولا هذا احتياط، كان اللي يلعب والما يلعب بالعكس كانوا نفس بعض، هذا سبب نجاح منتخب الأولمبي. تزوجت صالح بريتي أي سنة؟ تزوجت بنصار ب 2004. اختيارك أم اختيار الأهل؟ اختياري والله بنصار. اختيارك الأهل؟ اي نعم. عيالك الله يحفظهم كم واحد عندك؟ عندي 3 بنتين ولد محمد ونور ومي. العيال يحبون كرة القدم ولا ما؟ محمد جولشي طالع على منه ما أدري أيضا بنادي السالمية، لكن جولشي ما ليش ليش بالعائلة كلها ما في جولشي إلا محمد. ليش نادي السالمية؟ إيه نعم بس طبعا بالبراعم يعني بالبراعم. إيه نعم. شجعه صالح تروح والله شجعه، بس هو ما يحب التوجيه، يعني أقول لا تسوي كذي سوي كذي يقول مالك شغل أنت مو جولشي أنت لاعب. شو تحاول تعلم عيالك في أشياء تحاول تعلمها ترسخ في نفسهم؟ والله بنصر شوف يعني أهم شيء أنا مو عمي وعيالي يمكن حق الناس كلها، وأنا بطبيعتي أهم شيء التواضع بنصر، يعني مهما توصل فيك المراحل أو مهما توصل فيك الرتب وين، مهما لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك، مهما أنت إنسان وغيرك إنسان، يمكن تحصلت على فرصة ما حصلها غيرك أو شهادة ما حصلها غيرك لظروف ما، فلازم إنك تكون متواضع ما تشوف نفسك على العالم. كلام طيب. ذكريات في المباريات اللي لعبتها على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، تبغى مباريات هناك عالقة في ذهنك ما تنساها، شنو 3 مباريات ما تنساها؟ والله ابو نصار يمكن مباراة اسياد اسيا بانك ضد اليابان، بطولة ايضا مباراة السعودية اللي هي كاس الخليج 15 في الرياض، ومباراتنا مع كوريا بتصفيات عفوا الصين بتصفيات كاس اسيا كانت بالكويت. اعتزالك اللعب كان قرار منك؟ حسيت انك ما تعطي شيء ولا حسيت انك استعجلت في القرار؟ لا ابو نصر مو معنى ما اعطي شيء، بالعكس يمكن نعطي شيء، لكن لكل زمان الرجال ابو نصر، يمكن جيلي كله وقف بنفس الموسم انا وقفت فيه الا يمكن كذا لاعبين. انا طبعا ما سويت اعتزال لكن وقفت وقفت رياضه يمكن سنه 2013 2012 2013. ليش وقفت؟ ابو نصر خلاص يعني مو جيلي بالامانه، الزمن تغير، انا احس اني ما اقدر امشي مع الجيل هذا، يعني مو بعطائي لاعب، عطائي يمكن اكون افضل منهم وايضا لاعبين اكثر مني، يمكن بعطائهم افضل من لاعبين موجودين حاليا، لكن خلاص جيلك انتهى ابو نصر، فلازم انت ما تقدر تتاقلم مع جيل اخر فكره غير عن تفكيرك. يعني احنا قبل ابو نصر ما كنا نغيب على التمرين الا بظروف قصوى، الحين صار غياب التمرين عادي، واذا اللاعب ما زعل اذا اللاعب ما لعب اساسي يزعل. احنا ايامنا ما كنا نسكر حجه، واحنا انا كنت اكتب والله انا وبشار كنا نيجي من منتخب ونصار، كان مدربنا بفارنك
نيجي الدوري احتياط، مو غصب انه يريحنا، لا هو بس ثابت على تشكيله، نيجي من الدوري احتياط قعدنا، فما كنا نتكلم. فلا الحين للاسف الجيل ما يلعب اساسي انا لازم اتكلم ويقول حق نادي عطني استغناية وانه ما يتمرين. فالوضع الرياضي ما هو وضع اللي انا كنت عايش فيه قبل. من اللاعب اللي تشوف في نفسك الان سواء من ناديك او نادي عندي اخرى في شغلات من صالح البريتشي؟ من صار كذي يمكن تكبر من حجم يعني وايد. لا 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 يعني الواحد يعني لاعب مهاي ولا فنان يعني، لكن في لاعبين والامانه كثير يعني. يمكن نادي السالمية عندك نايف زويد لاعب الامانه له مستقبل كبير، بحكم يعني انا شفته وكان يلعب معاي وكان بالامانه يسمع الكلام لما كنت اواجهه، كان يسمع بالكلام الامانه، لكن اشوفه يعني لاعب يعني قريب مني واعتقد يعني له مستقبل كبير. لما اعتزلت اتجهت للتدريب ولا لا؟ والله بنصر لا تدريب ولا شيء، اتجهت للتحليل. التحليل انا يعني ناحيه التحليل اكثر من التدريب. ابتعدت قصدي ميولي مو تدريبيه. ما عندك؟ ما عندي ميول تدريبي والله بنصر، يعني كذا مره يعني اخذ شهاده عشان نتدرب. لكن هي سبحان الله بنصر، الانسان لما يبطل رياضه عنده ثلاث اتجاهات، يا يكون مدرب، يا يكون محلل، يا يكون يبتعد عن الجمهور، يكون يعني يبتعد عن الرياضه خير شر. انا ما اشوف نفسي مدرب، انا يعني كل واحد يعرف قدر نفسه، انا ما اصلح مدرب لاني يعني ما احس اني اقدر اني اسيطر، اني عندي فكر تدريبي او مثلا خطه تدريبيه. مو جوك؟ مو جوي، اداري جوي اكثر. اي جوي اداري او تحليلي اكثر. متابع لمباراه السالميه الان ولا قطعت ما تشوف؟ لا الى يومك متابع وحضر مباريات، مو بس اشوفها بتلفزيون، احضرها المباريات وايضا اروح النادي واحضر تمرين واتمرن معاهم بعد. خلال الموسم الماضي شلون قيمت فريق السالميه والان احنا مقبلين على موسم جديد؟ الموسم اللي طافت بنصر اعتقد هذه ثمره شغل ثلاث سنوات طافت من الانتخابات، خلينا نقول لاخر انتخابات. اعتقد ان الشيخ تركي اليوسف اعتقد يمكن لما مسك النادي بنصر ما كان موجود في احد بالنادي بالامانه، ما كان في قاعده يعني موجوده، اكثر لاعبين انشطبوا ايام الاداره السابقه واللي راح انديه اخرى واللي بطل كره. فلما عادوا بعد اربع سنوات اعتقد يعني بداوا من الصفر خاصه الفريق الاول. اعتقد جنوها بالموسم الفات، اعتقد جنوا ثلاث سنوات اشتغلوا فيها في الموسم الفات، حققوا بطوله كاس ولي العهد، ثاني الدوري، فاعتقد هذه يعني انجازات كبيره لنادي السالميه. صالح بريش انا كنت سعيد ان تكون ضيفي في قديم قديمك، تحكينا عن شغلات وايد وانت اصبحت من الجيل القديم ترى يعني كبتنا وايد من 93 95 خلاص هذا اصبح جيل قديم. صحيح. في شغلات انا ما سالتك عنها تبي تحكي عنها، في كلمه اخيره تحب تقولها؟ والله ابو نصار ما قصرت بكل شيء انت بالامانه، واحنا الاستعداء ان شفناك حتى يا ابو نصار انت من الجيل القديم بعد، يعني حتى انت معسكراتنا كنت قبل معانا ابو نصار ونطلع ونقعد ونشوف بعض، يعني حتى هذا بالامانه يمكن قمنا نفقدها الحين. والساعة المباركة اللي شفناك فيها بالحلقة هذه وعلى مجهود الشباب اللي ورا الكاميرات. تسلم محمد، تسلم. حبيتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجكم قديمك نديمك، كان ضيف اللاعب الدولي السابق صالح البريتشي لاعب نادي السالمية والمنتخبين الوطني والأولمبي لكرة القدم. حاولنا ناخذ عدة مواضيع معاه، بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ادعو الكويت في صلاتكم أن الله يحفظه إن شاء الله من كل شر، لقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في قديمك نديمك. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. حياكم الله في البيت مرة ثانية من ما عدنا من المدرسة اللي شفناها بالسابق. يمكن ما حالفنا الحظ أن أيضا نصور الملعب اللي كنا نلعب فيه لما كنا إحنا صغار، في خلينا نقول بعمر 10 سنين 8 سنين 12 سنة، بحكم أن المكان اللي كنا نلعب فيه أساسا الحين كان صار كله بنايات وعمارات كبيرة، يعني ما حالفنا الحظ أن نقدر نصور في المكان اللي كنا نلعب فيه في السابق. ودنا كنا نوري أعزائي يعني المشاهدين الملاعب كان أساساً كنا اللي قلت كل أكثرية اللاعبين يطلعوا فيها اللي الملاعب الترابية اللي كانت بالفرجان أو كانت أيضاً في ساحات الملاعب الخارجية، لكن إن شاء الله يكون خيرة تكون لنا إن شاء الله. وهي كانت الملاعب مثل ما ذكرنا أنها كانت في منطقة السالمية، لكن ما حلف الحظ بحكم البنايات الموجودة حالياً. والحين حياكم الله في البيت مع العيال، طبعاً يمكن طلعاتي ما تكون وايد طبعاً إلا في المناسبات أو دواوين، أغلبية الأوقات يعني أقضيها في البيت مع العيال ومع الأهل. والساعة المباركة اللي نشوفكم فيها إن شاء الله، وهذه العيال إن شاء الله محمد راح يتكلم شوي تشوفونه، هو طبعاً حارس بنادي السالمية بس تحت 10 سنوات، مي لاعب الجمباز بس طبعا بس بالبيت مو بنادي، ونور ما لها شغل بشيء بس اللهم قاعده في البيت وتحاول نصير لاعب الجمباز ان شاء الله. ابوي لاعب نادي السالميه ومنتخب الكويت. انا بنادي السالميه حارس تحت 10 سنين. ان شاء
شفت أهداف أبوي باليوتيوب وصوره. فريق أبوي تشيلسي وفريقي سيتي، وإذا لعبوا ضد بعض نتحدى بعض. مرات أنا وأبوي نطلع برا نلعب تحدي وأشوت علي وأنا صد، أو مرات لما هو يروح يلعب ويا رفيجانا لما يخلصون يشوت علي. أنا أحب أبوي وايد وعسى اللي يطول بعمره.